عبد الوهاب، رجاء، عبد الوارث، حسن كامل، أمين وهبة، ليلى فوزي، ثريا فخري، عبد العزيز خليل، زينب صدقي، محمد أمين، عزيزة بدر. من غير مؤاخذة بقى، يعني حضرتكم شرفتم ليه؟ سؤال بارد. أصل السهرة من غير عزيز ما تبقى السهرة، وسهرة من غير تحية تبقى سهرة. ما تبقى السهرة. برافو. ميرسي يا حبيبي. ميرسي حب كده ما تنفعش. ايوه عباية ميرسي بالفراولة. امال كنت عاوزاها بايه؟ الشمبانيا. من عينيا. تسلم عينيك. وعينيك. لا ما تبوسنيش في عينيا. ليه؟ البوسه في العين بتفرق. بلاش تبوسني في عينيا، دي البوسة في العين تفرق، يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلمه يتحقق. بلاش تبوسني في عينيا، دي البوسة في العين تفرق، يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلمه يتحقق. خلي الوداع من غير قبة عشان يكون عندي أمل، خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي أمل. وبلاش تبوسني في عينيا، ستات جمالات وجمالهم ساحر فتات، عايشين في الكون أزهار بنقطف منها ألوان. اللي جمالها في ابتسامة محتارة
محتارة محتارة باللول ومرجان. ولا الشفايف الحلوة يا بارات عالي الوسات عطشا. لكن اللي جمالها في عينيها النظرة ما بتهونش عليها. من بعد ما تشغل قلبك ان جيت ناحيتها تقولك 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 بلاش تبوسني في عينيا بالبوسه في الاتفاق. يمكن في يوم ترجع ليا والقلب يحبك تبوسني في عينيا دي البوسة في الاتفاق. يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلمه يتحقق. خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي امل. خلي الوداع من غير قبل علشان يكون عندي امل. الدلال زاد في جمالك خطوتك الحق في أعوام سكران له دلال فالصد اخجل الأصال. لكن اللي جمالها في عينيها النظرة ما بتهونش عليها. من بعد ما تشغل قلبك ان جيت ناحيتها تقولك 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 بلاش تبوسني في عينيا بالبوسة في الانتفاخ. بلاش تبوسني في عينيا دي البوسة في الاتفاق. يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلمه يتحقق. خلي الوداع من غير قبل علشان يكون عندي امل. خلي الوداع من غير قبل علشان يكون عندي امل. وبلاش تبوسني في عينيا. اوعى تبوسني في عينيا صراحه. احنا مش هننزل بقى. على فين؟ ما قلنا كنت ننزل كباريه. لا انا عندي سهره. تعرفوا فين؟ عند الحاج. لا عندي الفيشاوي نشرب شاي اخضر. انا ما احبش الشاي. ما تخافش عنده مغاز. يا فطر يا يا ترى منين؟ لازم مستعجل. مستعجل ولا مستعجله؟ عادي يا تحيه. Ha 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 ha
ايه هو؟ ايه هو يا منطقية؟ ليه بحياتك يا عزيز؟ بابا مرسي مرسي مرسي. ميرسي. ميرسي على ايه؟ لانك بتعيط؟ انا بعيط عشان بابا. شوفي حال الدنيا، امبارح بالليل كنت مع اصحابي مزيكا وغنى وضحك الا والتلغراف المشؤوم يجيني. وانا كمان يا دوبك جيت من الجامعة الا والتلغراف المشؤوم يجيني. مدهش، حضرتك جالك تلغراف كمان؟ ايوه يا اخي، ده انا بنته الوحيدة. بابا مالوش بنات، ما خلفش غيري. بتتكلم على مين؟ على بابا. بابا بتاعك؟ طبعا. هو انا بتكلم على بابا بتاعي. حضرتك ليكي بابا؟ لا، لقوني على باب الجامع. لا بردون، يعني بدي اقول باباكي مات؟ ايوه. انا دلوقتي لولا اني بعيط على بابا بتاعي كنت عيطت على بابا بتاعك. ما تعيطيش. ازاي ما عيطش؟ ازاي ما موتش روحي عشان؟ لكن قبل ما موت روحي لازم اموتهم كلهم. مين دول؟ اللي قتلوه. هو مات قتيل؟ بابا ما يموتش موتة ربنا، لازم حد قتل. انا عارفة اعدائه. تعرفي انك شغلتيني؟ يمكن اخر مات قتيل، ده ما عمروش راح الحكيم. له اعداء؟ قوي. لازم هم اللي قتلوه. تعرفهم اعداء ابوك؟ اعرفهم. لازم تنتقم منهم، لازم تاخد بطار ابوك. انا هوقف اعداء بابا قدامي صف واحد كده. انت مش هتعمل كده في اللي قتل ابوك؟ لا. يعني لا؟ امال هو مخلفك ليه؟ خلفني عشان اشتغل وافيد الناس. القتل انفى للقتل. انت مش دخلت الجامعه؟ دخلت الجامعه صحيح، لكن اتعلمت هندسه مش اكل. كل اللي اتعلمته ان ابني وعمر. وان حد خراب لك اللي بنيته. الحكومة موجودة. مين يقدر يستنى الحكومة؟ لما تشوف عدوك قلع لك الزرع تعمل ايه؟ ازرع من تاني؟ امك عايشة؟ ان ما كانوش قتلوها مع بابا تبقى عايشة. صعبان علي امك، وصعبان علي ابوك، وانت شخصيا صعبان علي. تسمح لي اقول لك بصراحة، يا ريت هم خلفوك. ليه ابهاتنا بيخلفونا؟ عشان نعمل زيهم ونخلف اولاد. قبل ما نخلف لهم اولاد لازم نهنيهم هما. انا مهنيهم 24 قراب، ما عمريش اتضربت معايا في الحاره، ما عمريش قطعت هدومي، كنت دايما البرنجي. تعرف حد ضحكني غصب عني؟ هو ده الهنا اللي بيطلبوه الوالدين؟ اللي بيطلبوه قبل كل شيء هو الانتقام من العدو، هو انك ما تخليش عدوهم يشوف يوم راحه. انا اللي اسمي بنت اعداء بابا ليهم ولد، وبابا ملوش الا انا. فاول الامر بقوا شمتانين فينا، بقوا يقولوا العيلة دي انتهت. لكن اسألهم دلوقتي ايه رأيكم في حتة البنت دي؟ يقولوا لك يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ. انت عاوزك حاجة تفور دمك؟ عندك حاجة تفور الدم؟ ايوه بيه، كونياك ويسكي. لا، تعرف انت ايه اللي حيفور دمك؟ لما توصل بلدكم وتشوف ابوك على سريره راسه في ناحية وجدته في ناحية. حفيظ. وتشوف عيني عاملة كده من الرعب ساعة ما قتلوه. يا حفيظ يا حفيظ. ميرسي على انك فورتيلي دم. انت هتخلي دم اعداء ابوك للركب، وانا هبني من جمادمهم قصورا. انت دلوقتي بقيت رابي. ميرسي. شيال شيال، تعال هنا شوية. الله، ده احنا وصلنا. يا شيال يا شيال يا شيال يا شيال.
ينتظرني؟ ولا انا. هنوصل ازاي؟ معلش. في بلد حضرتك فين؟ عربجة اهو. عن اذني. يا اسطى. اسطى. يا اسطى. عربجي. يا عربجي. استنى يا اسطى. اوصلك وبعدين ازق على بلدنا. صباح القسط. على فين يا بيه؟ الانسه اولا. ميرسي. منشيه بنوس. وحضرتك؟ سكتنا واحده. انا ميت بنوس. ميت بنوس؟ ابن مين هناك؟ ابن عبد الغفار باشا. اللي اسمك عزيز؟ ايوه. يا مجرم يا ابن المجرم. استني استني استني. تكونيش بنت علي بيه ابو المجد؟ انا فكريه يا بنت سيد المنطقه دي كلها. يا قاتل يا ابن القاتل. عيب عيب العربجي يقول علينا ايه. احنا بنهزر يا اسطى. يا رب صدقكم يا بيه. استنى يا اسطى. استنى يا اسطى. بقول لك استنى. مين اللي جابك فينا؟ الله. طول يا اسطى. بقول لك استنى. ما تركبوا سوا يا بيه. دي تسعه من الحبايب الف. حبايب؟ ده ابوها قتل ابويا. وابوها قتل ابويا. طول يا اسطى. استنى يا اسطى. استنى بقول لك. استنى. طول يا اسطى. استنى يا اسطى. طول يا اسطى. مين اللي نادهك فينا؟ لو كان معايا بلطه كنت طيرت دماغه. سامع اخويا؟ طب شي بقى. شي يا ابو قلب ميلي. اظن رعدتش فرحان للصمحار يا قلبي. انا اقدر يا سعاده البيت. عارف. انا عارف ليه. محدش يفرح للصلحه دي اكتر من مهندسين الري. طبعا. كل يوم يا فندم شكايات في حقي من عبد الغفار باشا وعلي بيه ابو المجد. كل واحد منهم بيتهمني باني بمنع عنه الميه وازودها للتاني. يا اخي ده انت حكايتك سهله. اتك علي انا اللي كل يوم والتاني. الحق يا نيابه. واشتغل يا مركز. يا اخي دي كلها حاجات تناتيش. أنا لو كان لي غرض كنت حبسته. تحبسني؟ تحبسني أنا؟ ده أنا قبل ما أكون قدام المحكمة. طلع جاي يا جماعة. الجدع ده أحمد ما يفهمش حاجة اسمها الصاف. قلت لك بطل كلمة جدع دي. لاحظ أنت بتكلم مين؟ بكلم الزير سالم. أخلي الزير سالم ده يوريك رمحه. طلع على النبي يا إخوانا. طلع على النبي يا إمام. أهو يا إمام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا بهزر والله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله الصلح خير. ارفع عينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعملها يا ابراهيم؟ لا مش عاوزين. ايوه. طب قهوه. ولا قهوه. ما انت شايف العربيات المحمله فواكه والدبايخ والديك الرومي اللي ملهاش عدد. خلينا ناكل ونهيص. هديكوا هتاكلوا يا خي نوبه ولا اتنين وبعدها تتحرموا طول العمر. هم يا جدع بعد ما يصطلحوا هتطول منهم فايده. ده انتوا عشتكم من مشاكلهم. ما تخافوش دلوقتي عزيز وفكريه يجوا يفركشوها. ابو الغيط. ايوه. شديت التلغرافين؟ امال شديدهم بايدي. عاد هتحول. ايه قوم بينا. حاضر. خلي بالك. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مالك يا بنتي؟ ايه اللي جاب؟ خالتك زعلتك؟ خالتي زعلتني؟ بابا فين؟ في بيت عبد الغفار. من امتى؟ من ساعتين. يعني امبارح بالليل كان عايش ما ماتش؟ بعد الشر يا فكريه، مين اللي قال الكلام ده؟ جند العراف. من مين؟ انا عرفت مين اللي بعته. فكريه راح فين؟ وكمان بكره الصبح من بدري الانفار تطلع وتردم الترعه دي اللي مضايقه علي بيه. حاضر. ولا يكون عندك زعل. وانا كمان هنقل لك برج الحمام جنبي مزعله. الله شوفوا النفوس لما تصفى. حلوه قوي يا سعاده الباشا. بس عايز ايه هنداوي؟ الصبح جاهز يا سعاده البيه. اتفضل يا سعاده الباشا. لا علي بيه قبل. لا والله انت قبل.
الزهل ده انت اكبرنا سنا. يا عروس. بابا 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 ما عشتني بشر انا في المجرى. قال لي جالك ها وايه شوف قال ايه. ما شاء الله ما شاء الله انا مت الغفاريه موتوني. طب والله قسما بالله ثلاثة بالله حيلك حيلك ده ماله عامل لي زي ابو فصاده. ابو فصاده يا حربايه شايفين ملاعين شيحه بقى هو اللي غرضه في صلح يخد البنت الخضه دي. ايه هو بقى اسمع يعني به يا ابو المات الملعوب ده ملعوبك انت علشان تفشكل الصلح. انا فشكل الصلح حج عليك يا سيدنا البيه اللي تتنازل وتيجي لحد هنا. يا ناس خليكم احضر خير بلا صلح بلا بتاع هما دول مش صلح. الحق علي انا قالوا الجمل ركبوه قال الحق عليه بيطاطي ليه. سلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله. انت هنا تقتل القتيل وتمشي في جنازته؟ هم لسه ما حطوش الحديد في ايديك. اخرس يا قليل الادب. سيب يا ولد الحياة. ايه الوقت ده؟ رد عيدك. رد عيدك. انا قلت لك من الاول ونصحتك ما سمعتش نصيحتي. صلحي ايه وبتاع ايه؟ الله يجزيهم ولاد الحرام اللي مشوا بناتنا في الصلح. بصفتي محاميكم ومستشاركم القضائي اقول احنا لازم نستمر في ايه؟ في الضرب والخناق والتخريب وتقليع الزرع والحريق. لاحظ يا بيه ان اعدائكم بيعملوا كده واحنا بنعمل كده. مقابلة المثل بالمثل بصفتكم. مظبوط. ما دام حضرتك موافق على مقابلة المثل بالمثل يبقى ايه لزوم المحاميين والمحاكم والحكومه كلها؟ نعيش حيوانات. لا 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 مين قال تعيشوا حيوانات؟ غايه الامر ذمتي ما تسمحش اجيب حبال وادير كتافكم واقول لاعدائكم اضربوا. لازم تدافعوا عن انفسكم ودوري انا اني احافظ على حقوقكم ثم ادافع عنكم في المحاكم. هو نقضى عمرنا في المحاكم؟ انا تودي في المحكمه. صحيح اتولد في المحكمة. ومن يوم ما اتولدت واحنا في قضايا ويا الناس دول؟ تسمح تقول لي بقينا صارفين قد ايه في القضايا وياهم؟ تقريبا 16,000 جنيه. 16,000 جنيه؟ ده منية من مرحوم جدة؟ ده جنون. في قضايا دلوقتي بيننا وبينهم؟ القضايا المنظورة الآن 14 قضية مدنية و 8 جنح و 2 أمام محكمة الجنايات وتقريبا من 90 مخالفة. وده غير قضايا المختلط وغير الجديد اللي هيتفرع من اللي حصل امبارح. مانيش عارف قد ايه المتهمين من رجالتكم اللي حدافع عنهم ثم دفاع عن العمدة اللي اتوقف من جوايركم ودفاع عن شيخ الخفر. وعندك رزق فندي البشكاتب بتاعي ما تهملش قضيته. وادي قضية. وماله؟ ما هو البشكاتب بتاعهم اداني له الكمية وانا قلت له فين يوجعك. ما تقولش كلام من ده قول ضربني وبس. ما خلاص سويناها وصلحنا بيه. مين قال لك تصطلح؟ ده مش كلام ده. ودي مش عيشه دي. انا مش فاهم ايه اصل العداوه دي كلها. اصل العداوه مساله عرض وشرف. عرض وشرف؟ في ايام جدك الله يرحمه ذكر حمام من عندهم لا فعل حماما من عندنا. وبعدين؟ بعدين شوف انت بقى جدك ما قبلش ان ذكر فلاتي زينا ينشرفنا. قتلنا الذكر الفلاتي وكل الذكور اللي عندهم خربنا برجهم باللي فيه. وتفرعت القضايا دي كلها ثم اسال الباشا قضايانا 90% مكسب. طبعا ما دام الخساره 16,000 جنيه. انا مزاجي تعكرم. لا انا في عرض مزاجك. قهوه يا ولد لا مناسب. انا جاي لك حال.
انت مزاج الافوكادو ولسه عارفين لك مزاجه كمان وكمان. ده اللي ذاته اللي بيخدمني. انت يا عزيز طبعك مش عاجبه. مصر تلفت املك. الحاج عليان اللي غلطتك من صغرك وقلت جاي تتعلم وتبقى من الحكام. لا انت اللي بقيت من الحكام ولا انت اللي فضلت زيني. زيكم ازاي؟ قعدي بلاني واهلي بلدي. اهلي يعني؟ شيء يجنن. شيء يجنن؟ طيب علشان ما تتجننش تعال. ده جدا ابو ياني مات قتيل من ايديه لكن انتقمنا له. عاد وده ابن عمتك انشنب. مين اللي شنبه؟ الحكومه. قاليه قتل اخو علي بيه. كان لازم يتشنق. ابن عمتك كان لازم ينشنب؟ مش قتل. ودي اخو جوز بنت خالتك مات في السجن مسكين. لازم عمل حاجه. انا مش هعرف اتكلم وياك. ايه برأيك؟ عجبك الحال ده يا نينا؟ ابدا والنبي اتمنى ربنا يهدي النفوس على الاقل اخلص من الخضات اللي بتخضها. كل اللي غيظني الوليه دي مرت علي بيه اللي حطت لي مناخيرها في السماء وعايزه تعمل راسها براسي. اذا كان كده في خناقه من الخناقات تنصب بدوبه ولا بحديده كسر قصبه مناخيرها. عال يعني ما عملتش حاجه. في ايه جديد؟
جديد ازاي؟ كل دي حاجات شبعنا منها. علشان ايه المصاريف السريه دي كلها يا حضره البشكاتب ما دام ما انتوش عارفين تجيبوا خيرهم في الارض؟ ها؟ عاوز ايه؟ المهره جاهزه. قلت لي 1000 مره المهره جاهزه، خلاص مش هتطلع بره. ايه لازم الدواليب دي كلها يا صفاء فني؟ ها؟ فيها القضايا. انا مش عجباني احوالكم دي. الاساليب بتاعتكم اساليب عتيقه. قضايا، بنيات في الوش، تقليع زرع ما يسواش نص ريال، تسميم مواشي ما يسواش 20 جنيه، وخسرنا احنا في القضايا والمصاريف السريه بالالوف. نعمل ايه يعني؟ صلح ورضينا بالصلح. صلح؟ من حق. انت ازاي بابر بيت بالصلح؟ انا والله يا بنتي ما كان ليا غرض. مش غيظني الا التقليعه دي اللي هي مراته. غايته من عيني اشوف فيها يوم. قال ايه نهار ما اتجوزت انا كانت بتلعب ويا العيال في فرحي، وكل ما تقعد في حته الباشا سعاده الباشا، ويا ترى البهال ازاي حاله؟ دمي الهفه بقى دول حد يصالحهم؟ اعمل ايه بس؟ صلح مش عاجبكم، خصام مش عاجبكم. الخصام ما يكونش بالشكل ده. الحروب دلوقتي حروب اباده، طيارات، قنابل، مدافع، مسح من على وش الدنيا. ومنين نجيب الطيارات والمدافع؟ عاوز ايه؟ بابا مش هنا بسوء الحظ. كنت على مهم تقدر تقابل السراء. انت مش معاك مش حضرتك المحصل بتاع شركة سنجر؟ شارين بالتقسيط؟ حافظ على ادبك. عاوز ايه؟ شايفة الحصان بتاعي والمهرة بتاعتك؟ دول حيوانات انما فاهمين احسن منا. فاهمين ان الحياة محبة وسلام مش عداوة وخناق. انا مندهش، انت ازاي وصلت هنا سليم؟ ايه؟ كنت عاوزاهم يموتوني؟ ده كان اقل ما يجب يعملوه. برضه عملوا الواجب، ضربوني بالرصاص. ليه الحروب في التاريخ القديم ما كانش ليها ضحايا كبيره زي الحروب دلوقتي؟
لان الجيشين كانوا يقفوا قصاد بعض ويخرج القائد ويقول هل من مبارز، يطلع له القائد اللي زيه من الجيش التاني ويتدرسوا سوا، اللي يغلب منهم يكون جيش هو المنتصر. مظبوط الكلام ده، فارس الفوارس عنتر ابن شداد كان بيعمل كده. ده كان الله يكرمك يقلع النخلة من الارض بايد واحدة وينزل بها على الجيش يبططه. مظبوط كلامك يا عم عويس، شغل الرجالة يبقى كده، تقاتل عدوك وشك في وشه يعني تبرزه. يا نهوتي يا حصتي، حريقة حريقة دي بفعل فاعل شغل عبد الغفار. طفي يا ولد، طفي يا جدع، طفي يا جدع، ابعدوا العمدة، بلغوا المركز، طفي. بس ها؟ الفعل هو انا. انت حرقت كل قضاياكم واوراقكم ومسنداتكم. بتقولي ايه؟ طب والله قسما بالله ثلاثة بالله يا حبيبي. مفيش فايدة، خلاص مفيش غير قلتلك عليه، المبارزة. مبارزة؟ عايزاني اخد لي سيف واقف قدام بيت عبد الغفار واقول هل من مبارز، هل من منادس؟ لا 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 لا، امال انا فين؟ انت تبارزيه؟ ابارز ابني لو النبي ما يمكن. ليه؟ مش هما بيعيروك اللي ملكوش غير حته بنت وهما فرحانين بالولد بتاعهم؟ نتبارز مع بعض ونشوف مين فينا البنوته. يمكن يا اختي عوارك ولا حاجه، والله ما اسيبك تروحي له تبارزيه. ما تخافيش ما تخافيش يا ماما، مبارزتي معاه هتكون على الطريقة العصرية. هتركب طيارة وهو طيارة. وبعد ثلاث ايام جه العريس وجاب لها حاجات النبي يا ستي من مصر تملى ثلاث صناديق. او النبي. روح انت دلوقتي. يا ست عزيز مسافر في قطر الساعة 4:30. 4:30؟ مفيش قطر 4:30. لا هيعدي النيل ويخلق اكسبريس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا بيه. اهلا وسهلا. هات اخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اما لو كنت وقعت في الميه كنت اتبليتي. اتبليت وبس؟ كنت غرقتي. مش كنت تطلعني؟ اديكي لو وقعتي ولا حاجه. طب افرض، يعني افرض ان المركب غرقت. لحسن الحظ هنغرق كلنا. يحصل ان البعض يغرق والبعض لا. ليكي عليا ساعتها اغرق. صحيح تغرق عشاني؟ لا مش عشانك بالذات، لكن اهو اغرق والسلام. عشان مين؟ ما هو محدش هيغرق ولا حاجه، المركب ان شاء الله هتوصل بالسلامه. لا انا ما اقبلش. الله الله يا سمع يا سمع. يا مراتبي قد فعديني، يا مراكبي قد فعديني، لحبيبي وروحي ونور عيني. أهلي وأحبابي وحشوني، أهلي وأحبابي وحشوني،
ويا خوفي يكونوا هجروني روحي وأشواقي سبوني على موج الدمع اللي في عيني مشيت اتمايل واتغني مشيت اتمايل واتغني اكمنك خالي ومتهني ما تقدف اه يا الله وصلني على بر حبيبي وراسيني يا مراتي هاتف عديني يا حبيبي وروحي وعيني يا مراكبي قدف يا مراكبي إلى أجد ازداد والشوق فضبي يا مراكبي قدف همرك إلى أجد ازداد والشوق فضبي لو تعرف إيه اللي في قلبي يا مراكبي كنت تعديني انت ماشيه جنبي ليه؟ خايفه امشي لوحدي. هو اللي زيك يخاف؟ لما يكون واحد. وبيته ما يخافش. انت اهنتني. مش قوي. يعني عاوز تهني قوي؟ لا، انت لسه نونو. فكرك تديني كام سنه؟ سنه اولى. انا تعبت. تحب اشيلك؟ صورة جين سوا صدفة حلوة ولا حلوة ولا حاجة اخصى عليك برضه هنعمل زي الكبار انت غلبتيهم وانت غلبتني ميرسي صافية لبن صافية لبن بوس ايدي بقى لا يا ش... بس ده المستحيل طيب مانيش مسافر اسافر وحدي مسافر وحدك مسافر وحدك وفقتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما تسلم وكفاية قلبي أنا مسلم ودعني من غير ما تسلم وكفاية قلبي أنا مسلم
تسلم ده انا يا دموعها دموعها بتتكلم ده انا يا دموعها دموعها بتتكلم امسافر واحده وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني صبر قلبي واتمنى على نار الشوق انا حستان واصبر قلبي واتمنى على بال ما تجيني على بال ما تجيني واتمنى صبر قلبي واتمنى على بال ما تجيني على بال ما تجيني واتهنى طمعني بقربك اه وعدني طمعني بقربك اه وعدني مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني خايف للغربة تحلالك والبعد غير أحوالك خايف للغربة تحلالك والبعد غير أحوالك خليني دايما دايما على بالك خليني دايما دايما على بالك مسافر وحدك أو فايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني لتبعد عني وتشغلني
فكرية هانم موجودة؟ أيوة يا فندم. قول لها واحد من البلد. عشان لا ده انت اتجننت. اتجننت عزيز؟ ارجوك يا عزيز عشان خاطري. عزيز عزيز عزيز. يا ليلي يا ليل نور يا ليلى ليلي 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 يا عين. الدراج يا خالتي. وقفلتيه ليه؟ مكان كويس.
تسعد هوايا والقلب انشكى يوم تلاوي وتعيش معايا 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 واللي أعيش أنا فيك وتعيش معايا في الجو اللي أعيش أنا فيك راح اشيل فكري وبالي عليك واحبك وافضل اعيش بهواك لحد ما يجي يوم والاقيك امنت بحبي وجيت برضاك راح اشيل فكري وبالي عليك واحبك وافضل اعيش بهواك لحد ما يجي يوم والاقيك امنت بحبي وجيت برضاك عايزك تحقق ظني وعيش معاك متهني متهني وتجد في يوم تشغلني طواني وبعد عني إن جيت في يوم تشغلني طواني وبعد عني إن حبيتك يبقى يا ويلك من حبي. ازيك يا تيزا؟ اهلا منيره. ازيك يا بنتي؟ ازاي ابنك دلوقتي؟ الحمد لله خف خلاص. الحمد لله. بلاش قهوه بلاش قهوه. الشاي جاهز. استني شوية يمكن يغني تاني. الاستراحة يا خالتي مش غايته دقيقة ولا اثنين؟ لا لا أيها السادة الاستراحة 15 ساعة. خسارة كان كويس. يلا يا منيرة يا بنتي. حاضر يا تيزا. جرالك ايه؟ ده انا اللي جرالي. ايه ده؟ محطة الإذاعة يا فندم. فكرية. لما عرفكوا ببعض حضرتك عزيز بيه من اصدقائنا. ابو اكبر صديق لبابا. مظبوط كده. منيره هانم صديقتي. شرفت يا فندم. شرفت يا عزيز بيه شرفت. الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك يا خالتي جوز عم اخت ابن عم منيره. تشرفت. الله تفضل يا ابني. مش عايز يقعد يا خالتي. اترجيته كتير قوي. انست وشرفت يا ابني. ميرسي يا فندم. شكرا. ما تستنينيش على العشاء يا منيره. ها شرفت يا عزيز بيه. مين ده بقى يا فكريه؟ ها ده اللي حبرزه حبرزه على الطريقة العصرية. حزله حسود عشته حنتهم لكل أهلي من كل أهله في شخص هو حتجوزه. هيحبني وحشغل قلبه وازيد في
مساء هيحبني وحشغل قلبه وازيد في عساء ونجف يوم قلبي وماله اهجر وانساه هيحبني 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 احلف له ساعة ما اشوفه انه في قلبي وانه طول الليل طيفه سهران جنبي وافضل اصور له حالي واغوي خيالي هيحبني 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 حبكي له اوصف له شقايا من نار حبه واخلق دموعي وبكايا واخدع قلبه وكل ما يزيد في غرامه ازيد في هجره وخصامه واشفي ألامي بألامه واسعد في شقاه هيحبني 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 هقول اهواه ونجف في يوم قلبي وخاني قلبي وخاني ولقيته مال غصب عني اجره افوت اللي شغلني وافرح في اساه هيحبني 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 هنا وهنا ارضهم تصوروا لو ان كل الارض دي بقت بتاعتنا لكن ارضهم هناخدها بلاش بلا مش فاهم ولا انا اصل العداوه ان دكر حمام من عندهم لاف على حمامه من عندنا قلت المحامي بتاعك نقابل المثل بالمثل دكر حمام من عندنا يلوف حمامه من عندهم حمامه يا حدايا وابوها غراب طب والله قسما بالله ثلاثه بالله استنى بس يا بابا انا ناسي عبد الغفار ده انا اقتلك وقت روحي كمان هات البندقية يا ولد يا دهوتي ما تقلش حدا يا ولد انت فاكر نفسك في العزبه تتجوزي عزيز انا اتجوز عزيز بعد الشر عليا ده تنقطع رجله قبل ما يقدر يعتب عليا اوضتي انا هتجوزه بالاسم بس عشان اطين عيشته اسمم له قمته حرمه من النوم اوريه نجوم في عز الظهر اخليه يتمنى جهنم مش طايلها انت يا بنت عايزه تاكلي بعقلي حلاوه ما بقاش انا فكريه بنت علي بيها ابو المجد ان ما خليت الواد اللي اسمه عزيز ده يبيع ابو جبته عشان يخلص مني فشر انا اناسب على ابو المجد ما تقولش نسبه قول نمحي اسمه من الدنيا انتوا عارفين انه واقف املاكه على البنت دي اللي اسمها فكريه ابني
اللي راح يورث اللهب راح يبقى اسمه ابو المجد ولا عبد الغفار؟ قولوا اتكلموا. والولايه دي تبقى حماتك وتقول لها يا ماما. ماما في عينها لا ماما الا انت. مالكش من مين؟ بيقول من عند عزبيه يا فكرية فكرية. ما تتخضيش أنا عزيز، أرجوك توطي صوتي شوية. ميرسي. اقفلي الباب والشبابيك، مش هتكلم إلا لما تقفليهم. ميرسي. اسمعي بقى، أنا تنازلت عن البوسة مش عاوزها. ما تزعليش أنا برضو عاوزها، إنما بشكل تاني. عاوزتي تصوري إيه اللي في البوسة دي؟ فيها كل رغبتي، كل شبابي، كل حبي. يعني عبارة عن لهليب، وأكد لك إنها هتنزل على عداوة السنين الطويلة دي كلها، تحرقها تخليها رمال. بكلمة واحدة منك أنفذ مشروع الحريقة دي، تقبلي؟ أنا جنب التليفون أهو مستني الجرس. حبه منى ردي ردي
ابتسمت شفايفك اللي بتحيي امالي. صبحت حياتنا سوا واتحققت كل الاحلام. صبحت حياتنا سوا واتحققت كل الاحلام. مادام جمعنا الهوى ازاي تفرقنا تفرقنا الايام. حياتنا سوا واتحققت كل الاحلام. ما دام جمعنا الهوى ازاي تفرقنا تفرقنا الايام. ردي انها تبرهن بكل بساطة على صحة نظرية اينشتاين. انت طبعا تعرف اينشتاين وعملت عنده نظارة. نظارة ايه يا عبيد؟ اينشتاين ده فيلسوف صاحب مذهب النسبية ريلاتيفيتي. امال دبلومين من الجامعة ازاي؟ ما انا نظام قديم على ايامنا كان دقشوم وزلط ابو زعبل ما كانوش لسه اخترعوا اينشتاين ده. اينشتاين ده فيلسوف بيقولك ان الواحد ما هوش واحد صحيح وان مظبوط. انا دلوقتي ما نش واحد صحيح. انت اتنين عزيز العدو اللدود وزوز العريس الحبوب. روح يا عدو يا لدود وتعالى يا عريس يا حبوب. آه.
صباعي صباعي صباعه صباعه يا حبيبي. رن بن 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 بن. تعرف انا اتجوزتك ليه؟ ليه؟ عشان عشان فطن. عشان فطين. كمان شلفطا يا ضايع. أنا من رأيي نفضل نايمين لحد ما نموت. الساعة بقت 10. سيبيني دلوقتي يا ماما. مالك صبحتي تقلقي منامهم ليه؟ منامهم؟ روحي دوري على ابنك شوفيه نايم فين. في حضن عروسته يا روح. فشل. فكرية؟ أجيب لك حاجة تغيري ريقك؟ أيوه أنا جعان. لا بعدين يا ماما. قوم من فضلك قوم روح اوضتك. حاضر 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 بس ما تعيطيش. حاضر حاضر. يا مصيبتي يا مصيبتي. سعادة الباشا. اهلا وسهلا. ان شاء الله دايما اكون وسطاء. عقبال عندكم. الله يبارك فيك يا فندم. أنستم وشرفتم. انتوا مش بني ادم؟ هي الضيوف اللي عندكم دي مش عاوزه تفطر؟ يعني لازم يحضروا لك السفره يا خي. عندك المطبخ اخطف لك منه حاجه وكلها زي القطط جنب الحيط. انا مش عايز اهزقك هنا. تطلع لي بره؟ يعني لو طلعت لك بره تعمل ايه؟ افسخك. انت ما انتش جدي. تطلع لي بره. هود؟ تطلع لي بره. طب اتفضل. مفطورين والحمد لله. هاتك عليكم انتم اللي العلمه اخر ما غلبت منك قالت جه الولية القيطه دي. قيطه؟ ده انا كان لقوطي جنيه يمسح جنيه. العلمه ما تقولش كده ابدا. قالت كده وقدام بنتي. اتفضلي معايا وانا اقول لك الكلام ده في الشهر. اتفضلي اتفضلي. بحق العلمه قالت عليا قيطه؟ هو في هيك لك بدل موته. مين هو؟ استخبى فين بقى؟ النبي تتوكس. ابوك ما جاش هنا. ظبطك. جاي تتحمى في الحريم؟ لازم اخلص عليه، لازم اجيب خبر. عايزين تقتلوه. اوعي. ايه اوعي بهالدرجة. مين؟ مين؟ بقى. كان لزمه ايه ان اتجوز ابنهم مادام لسه بتاخدوا طرفه بايديكم؟ عايزانا نعمل ايه يعني؟
انا اللي مش انتم. اعملوا معروف سيبوني، ما تفسدوش خطتي. انتوا هتسافروا امتى يا بابا؟ اما يسافروا هم. مسافرين النهارده. واحنا نسافر. بس ما وصكيش. كسر الدنيا على دماغه. احنا مخصوص مكترين لك الاطباق. انا ما سافرش الا ويا ابو زعيزه دي. اجري على ريق. مسافر النهارده. واحنا نسافر. انما ما وصكش بقى يا ابو العز. انا عاوز منك يوماتي تجرير بعدد الكرابيج اللي كلتهم من ايدك. البسوا على اللحم. ايه ده؟ حجاز للمحبه والقبول، هيخليها تدوب في دباديب رجليك. منين هتدوب في دباديب رجليا وانا هدوبها من الضرب؟ ما هي دي الاكاده. كرابيجك تدوب جدتها وحبك يدوب قلبها. انت يا ولد، انت يا زفت، بنت يا خضرة. يا احمد افندم، جزمتي فين؟ البني. ايوه ما شفتهاش. طب يلا 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 طنيش في الاكل. نعم يا سيدي. فين جزمتي؟ والنبي يا سيدي ما خدتها. هو انا كل يوم لازم اشيل لي جزمه يا ست فكريه؟ اللي بس بدي افهمه، ايه غرامك في النمر اللي بتعمليها دي كلها؟ ها؟ عايزه يعني تبرهني لي انك بتكرهيني؟ كدابه، انت بتحبيني. وانت اللي بتكرهني. اكرهك قوي. طب ما تطلعني. اطلعك؟ ايوه. حالا اجيب المأذون. مين هنا اللي بيحب جوزه وهو عاوز يتطلق منه؟ والله العظيم والله العظيم. بقى بالذمة دول الناس بيكرهوا بعض. ايوه انا اكرهه والنبي اكرهه. وانا احبها والنبي احبها. انت صادق وهي كذاب. منيرة. قولي لها والنبي بقى تديني جزمتي. انت واخده جزمته؟ هي جزمتي بس. بدلي من غير ضرايب، طرابيشي من غير زر. اللي لقيت قمصان ما لقيش يقات، واللي لقيت يقات ما لقيش شرابات. تفوت عليا ايام ما اخرجش من البيت. وهي عاوزه ايه غير كده؟ مطبخنا اللي كان لازم تفوح منه روائح المشويات والمقليات والمحمرات والشوكولاته بالكريم شانتيه اصبح دلوقتي ريحته كزبره وكمون وبصل اخضر. تحب نبعت لك كل يوم طبق طبقين 10 اطباق بصاره؟ الطباخ بيحتاج، الخدامين بتحتاج، القطط بتحتاج. مالك؟ لا انا عايزه لحمه. اتفضل. مش كده يا اخي، انت اللي جلبت عليها البصارة فلازم تقسمها فيه. ايه؟ جلبت عليها البصارة؟ Thank you.
حبك ليا. ولما جيت ارحم حالك وفؤادي قرب يصفالك، اهون عليك اهون عليك اهون عليك، ترجع ترجع تنساني. ازاي تفوتني وازاي افوتك، دي الفرقة صعبة مهما دارينا، مهما جافتني ولا جافيتك، العشرة برضو تصعب علينا. ساعة معنية بتهيم في عينيك، ما تهونش عليا ولا هونش عليك. ساعة معنية بتهيم في عينيك، ما تهونش عليا ولا هونش عليك. كده برضو بعد ما حبيتك وطوعت قلبي وهويتك، اهون عليك اهون عليك اهون عليك، ترجع ترجع تنساني. سلام عليكم يا سيدنا البيه. ولا سلامك غلب كلامك، لكلت لحمه. عايز ايه يا شاطر هنداوي؟ عايزك طيب يا بيه، عاوزك راكب وعدوك ماشي. بتتمسح ليه يا ابو الغيط؟ انت مش عارف ان كلمتي مصغره؟ انا قلت ما حدش يسد عليهم الميه، مجازاتهم دول وروحوا يفتحوها تاني ويقعدوا جنبها للصبح. يلا نجرب انت وياها. مش كفايه اللي نازل على دماغ ابنهم في مصر؟ مالك وحياة راسك وراس المرحوم البيه الكبير، ما دقت اللقمة من امبارح الصبح. عيان معياش ازاي؟ والله ما هين عليا زعلك. فيه ايه بس؟ لكن ما اقدرش اخبي عليك، ده احنا لحم اكتفنا من خيرك. اتفضل اجرى. لقيتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين تنعان. مين بعته ده؟ البت خضرة يا بيه. ومن جهة العموم فانهم في تمام السرور، ولم لهم شغل لا ليل ولا نهار الا البوس والاحضان، ويا تلحقونا يا ما تلحقوناش. خضره ده كلام ايه ده؟ البت خضره ما تكذبش ابدا يا بيه. ادي النهار الازرق. كده يا فكريه، دي الموزع الطريقه العصريه، مسح من على وش الدنيا. ده انت مسحتين، انا حطيتيني في أمهم زي سيدنا سليمان ما كان يحط المارد. لبستيني الطرح أنا ورجالتي. يا ناس يا هو هتجنن، دماغي هتتفشفش. يا ريتني ما وريتك الجواب الأخبر ده، كنت تبقى خاين. لكن لا، علي بيها أبو المد دماغه ما تتفشفش أبدا. يلا يا هنداوي. شهر من غير خناق. 3 اشهر و8 ايام والنهارده التاسع. مستليحت جنابك على كده وقاعد لي فشيخ لبقك؟ واذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تظنن بان الليث يبتسم. ابو معشر في زمانه يا خي. تعرف انا كنت مطول بالي وكتمهلي في قلبي الثلاث اشهر والثمان ايام دول ليه؟ ليه؟ لان بنتي تعهدت لي تدشدش في كل يوم دست الطباق على دماغ المحروس ابنك. عبيط. وتعرف نيوب الليث كانت بارزة الثلاث اشهر والثمان ايام دول ليه؟ ليه؟
لأن ابني بينسل في كل يوم كرباج على جدك بسلامتها بنتك. المحروس ابنك وبسلامتها بنتي ضحكوا على دقني ودقنك. على دقنك انت لوحدك، انا دقني ما ينضحكش عليه. اتفضل اقرا. ايه؟ مكنش عالبال تشغل بالي يا روحي وتسهرني ليالي، مكنش عالبال تشغل بالي يا روحي وتسهرني ليالي، مكنش عالبال مكنش عالبال. سجدت الليل انا جيك يالي، يالي حرمت العين وياك يا ما. سجدت الليل انا جيك يالي، يالي حرمت العين وياك، ده البعد ايش بالي عليك، هو اقول لقلبي يملو اياك يملو اياك. وما كانش عالبال تشغل بالي يا روحي وتسهرني ليالي، ما كانش عالبال ما كانش عالبال. سألت طيفك يوم بعتب ايه اللي غير حال عن حال، سألت طيفك يوم بعتب ايه اللي غير حال عن حال، قال لي المطر من بعد سحاب، واقول لروحي ان بعدك طال إن بعدك طال، إن بعدك طال إن بعدك، أقول لروحي أقول لروحي أقول لروحي إن بعدك كانش عالبال تشغل بالي يا روحي وتسهرني ليالي، ما كانش عالبال ما كانش عالبال.
الحجاب بتاعك ده كان معمول بالمقلوب؟ مكتوم الرقبه بيحب البت وعايشين متأنيين. يا لهوي يا لهوي يا خسرت الثلاث اشهر والثمان ايام دول اللي راحوا في الهوا. ما هو ده غزات اللي يتكل على العيال. تحط ايدك في ايدي؟ ايدي اهي. عمرك ما كنت راجل الا النهارده. وكذلك الباشا. اسمعي يا بنتي يا خضرة، أنا اللي بدي أفهمه الحب ده بناتهم من إمتي؟ من بعد ما سافرنا على طول؟ أبداً يا سيد، دول فضلوا في خناق وزعيق وعياط بسم الله ما شاء الله لحد يوم السبت اللي فات بس. وإيه اللي نفهم؟ أنا عارفة يا سيدي، أهو بصيت لقيتهم نهار الاثنين قبل الظهر بشوية كده، نازلين في بعض بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله. من بنتك هي اللي اتمحكت فيه. ابدا يا سيدي، الشهاده لله، هو اللي جري واتربع على رجليه. شوف بنت قلبها ضعيف لما تشوف راجل بيتمرمغ على رجليها. قم. ده كلام سالم، كلمتي انا هي اللي تمشي. انت سامعه؟ انت مين انت لتقولي الكلام ده؟ اخرسي. العيال ما هم قشيتهم روضهم. سيدي سيدي. صعبان علي الطبع ده. صرخي صرخي. صرخ انت قبل. صرخي انت بس. صرخ بس. اني صرخ سوا. صرخ سوا. منك. ايوه ايوه يا اخويا، ايوه ايوه، مثل عليا مثل. هو جوح اكبر ولا ابنه؟ قلت لك انت ما عرفتش تربي ابنك. فكريه. يلا بينا، مش ضروري هدوم، مش ضروري مسافه، سيبيلهم كل شيء. يلا. ادي تربيتك يا خي، مش عايزه تسيبه. عزيز نادي المأذون. يا مخطومين الرقبة، بتستهزئوا بينا؟ طب والله قسما بالله، ثلاثة بالله، إن ما طلقتها ما نبوك ولا أعرفك، وإن ما روحت معايا لا نبوك ولا أعرفك. اسمع يا بابا، اسمع يا عم. عمك؟ قطعي السنة الجليل، الحياة ما تختشيش. عيب يا عمي. عم الدبب. ليه ده كله؟ زوجين بيحبوا بعض، عاوزين تفرقوا بينهم ليه؟ كسبتم ايه من عداوتكم؟ احنا كسبنا من حبنا الصفاء والسعاده وراحه البال اللي من غيرهم ما يقدرش الواحد يؤدي عمله بنجاح. بلادنا عاوزه رجاله تشتغل، مش رجاله تتخانق. بابا، ليه ما تعملوش زينا وتبقوا حبايب ونعيش كلنا في سلام؟ في سلام؟ ده انا هعيشك على البلاء. وانت نجوم السماء اقرب لك من جرش الطول مني. لا في حياتنا ولا بعد مماتنا. يلا بينا يا علي بيه. ابو زيد يقول لي دي ادونك بقى الميدان، لعب العيال لم يعجب الابطال. ما قدامك الا رجال. Thank you.
فكريه. فين انت؟ تعالي. انا ويا روح قلبي يا غالي، روحي وحياتي ونور عيني وحياه عينيها وحشتيني، روحي وحياتي ونور عيني وحياه عينيها وحشتيني. قولي بقى اتأخرت ليه؟ ابدا يا روحي مفيش تأخير. لا قولي. بس اقولك ايه، دقيقة واحدة دي تبقى كتير. بلاش مغلطة، تعالى بص، دي مش دقيقة دي دقيقة ونص. بلاش مغلطة، تعالى بص، دي مش دقيقة دي دقيقة ونص. وريني عندك اكل ايه. عندي حاجات رح تعجبك، خد دوق كده. ايه كل ده؟ صنعت ايديا وحياة عيني. تسلم ايديكي وعينيكي وتعيشي لي وافديكي. أني الأوان والهوى جمع أمانينا، يا ربي ديم الهنا وسعد ليالينا. أهالينا جاروا ظلمونا، فاكرين الظلم هيبعدنا، حكموا علينا وحرمونا، فاكرين المال كان يساعدنا. كل السعادة والنعيم في القرب منك، من يوم ما شفتك عمري يوم ما غبت عنك، حتى في أيام الجفا كنت بحبك وأفضل أحبك طول الحياة. كل السعادة والنعيم في القرب منك، من يوم ما شفتك عمري يوم ما غبت عنك، حتى في أيام الجفا كنت بحبك وأفضل أحبك طول الحياة. كل السعادة والنعيم في القرب منك، من يوم ما شفتك عمري يوم ما غبت عنك، حتى في أيام الجفا كنت بحبك وأفضل أحبك طول الحياة. في خطر عزيز. بنتي يا روح امك يا حبيبتي. موتوها موتوها يا شمتك يا عبد الغفار. انت اللي موتتها، انت السبب في كل اللي جرى ده. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا علي يا ابن الزيت. مش رايح مش رايح ولا حاجة. أسافر حالة. طيب حالة 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 حالة.
صاحبة محمد عزيز مهندس؟ ايوه يا فندم، اتفضل تعال. فكرية يا اختي زيها. بخير يا هاني. طب ولما هي بخير بعدين؟ ولما هي بخير بعدين؟ طب مش تطمنينا؟ اتفضل. انت هنا؟ هوش. اتفضل. الله. ايه؟ عال عال قوي. انت حبيبتي. يا ابني. ابني حبيبتي. منين حبيبتي؟ انت اللي في الخطر. هو ده فرش الموت. انت راخر جبت الاغراس. فهمت. ده ملعوب اتلعب علينا علشان يجروا رجليني، الفجر كلهم. اولا يا عم لازم تفهم سعادتك اني لا عزيز ولا فكريه يعرفوا شيء عن التلغرافات دي، انا اللي بعتاهم، ما عرفوش حاجه الا بعد وصول سعادتك. ميرسي بالنيابه، بس لعبه ما فلحتش. يلا بينا على البيت. طب والله قسما بالله، ثلاثة بالله. ايه هو؟ جرى ايه؟ ايه اللي بعت لكم ومش بعت لكم؟ وملعوب ومش ملعوب؟ عشان ناخد منكم فلوس؟ نعمل بيها ايه؟ احنا بعت لكم عشان نديكم. تدينا ايه يا ولد يا عريانين؟ نديكم السعاده اللي حارمين نفسكم منها، نديكم السلام. حمامه السلام. الخلق الناطق انت يا بابا، شوف الشعر اللي في خده. ده هديتنا لك، انت اللي ترضيه. طب والله قسما بالله ثلاثه بالله. علي بيه الصغير. خلي الناطق انت يا بابا، شوف المرحلة بتاعتك. انت اللي حتربيها. حبيبي حبيبي حبيبي. ما بدهاش بقى يا علي. يا ولاد الايه؟ هو معنى الكتاكيت؟ أني الأوان وارتاح البال والظهر يغير حال عن حال، حتى الأعادي والعزال رجعوا حبايب حبايب من تاني. الفكر كان دايما مشغول، خايف من الحر كان يوم منايا من زمان. غرشي بس البيه علي هو اللي كان. مالي يا ست البيه علي؟ بس ما كنتيش تزعلي. ازاي ما تزعلش؟ وبعدين بطل خناك خليني رايب. يا روح قلبي نعمين حاضر، ما عمتش اتخانق. حقك عليا يا سيدنا الباشا، انت اللي حقك عليا. شوفوا القلوب لما بعد الخصام والقاسية. ايه بس فايدة العمر لما يتقضى بين جيران وخصام؟ لو
وتصفى كل القلوب وتنسى ظلم الليالي والأيام. كانت العداوة تبقى محبة وكان يعيش الكون يعيش الكون في سلام. مالك مسروع مالك مسروع وده شيء ممنوع. اوعى تقول ممنوع الحب اوعى تزعل من اللي يحب. كل شيء ممنوع في الدنيا الا الحب الا الحب. اوعى تقول ممنوع الحب اوعى تزعل من اللي يحب. كل شيء ممنوع في الدنيا الا الحب الا الحب. اوعى تقول ممنوع الحب اوعى تزعل من اللي يحب. كل شيء ممنوع في الدنيا الا الحب الا الحب. اوعى تقول ممنوع الحب اوعى تزعل من اللي يحب. كل شيء ممنوع في الدنيا الا الحب الا الحب.